صباح الخير، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ايوا قولوا لي اش كتعودوا كي درتوا مع الوليدات ومع الدخول المدرسي ولفنا ياك؟ المهم الحمد لله والشكر لله، صافي بدينا كنولفوا الروتين ديال القرايه والوليدات اللانش بوكس وهذا الشيء. الصراحه بدينا كنولفوا عليه، واخا انا طلع لي الزعف هاد الايام. قول لي بديتي عندنا بالشكاوي. حسام ودر لي الساك ديالو ديال الكوتي، ما بقيتش لقيتو، ما عرفتوش فين دخلت، يعني فين حطو. صراحه بلا بواط ديال لانش بوكس بكل شيء ليه، وناويه ان شاء الله باذن الله هاد العشيه هذه كنمونطي الفيديو. قلت هاد العشيه ان شاء الله غادي نخرج ناخذ لي شي ساك اخر. الا لقيت هذوك اللي كانوا حطو في بيم ندير اليوم على ما اظن شي 100 درهم ولا ما نعرف، والله ما فايتيش 100 درهم. قلت غادي نمشي ناخذ لي شي واحد من تماك. المهم كيف ما كتشوفوا الروتين ديالي بدا من الصباح مع الصونص ديال الصباح هذا النهار، هذا فقط حتى 6 ونص كيف ما كنعرفوا كاملين. كنوض نغسل الوجهيه ديالي، من بعد كنقيم الصاله الحمد لله والشكر لله، ومن بعد كندخل ديريكتومون للكوزينه كنوجد اللانش بوكس، عاد كنفيق الوليدات. انا ما بقاوش ولادي نهائيا كيبغوا يفطروا. المهم تقولوا لي نتوما واش حتى نتوما عندكم هذا المشكل؟ نهائيا ما كيبغوش يذوقوا شي حاجه، لدرجه انني كنحط الفطور فوق الطابلو كيف ما كنحطو كيف ما كيبقى. وبالنسبه لريان فين ما كيفيق مسكين، ما عنده ديك الحساسيه الصعيبه، فين ما كيفيق البنات كيفيق، كيكحب ليا كيكحب، وكيبقى يرد مسكين داك المرض اللي كيكون عندنا في المعده، هذاك الشيء كله مسكين كيردو. ما عرفتش شنو غادي ندير والله. المهم هو راكم عارفين البنات نتوما عنده الحساسيه ديك الواعره يعني اللي زايده على القياس، كيتخناق اون فوا كيبدا يبرد الحال كيمرض. وشوفوا لي الجو يعني مخربق، ما صباش الشتا. الله يرحمنا الله يرحمنا، هادشي اللي غادي نقول، الله يرحمنا هكا باش تصب الشتا شويه باش تحيد شويه هذا المرض. ايوا هذا ما كان. ايوا كيف ما شفتوا معايا البنات، صافي فقط صاوبت لهم لانش بوكس مشاو للمدرسه، دخلت انا للدار ندوز عليها. انا كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، ديجا انا مخملاها نقيه كتشعل، ولكن عندي مشكل ديال هاد الزربيه ديال الصالون. لقيتها مطبعه شي طبايع ما بغاوش يتحيدوا لي بلي برودوي، صافي جمعتها هنا، جمعتها وضربت بواحد السيقه للدار تكون زوينه يا اختي، كتحسي بالنقاوه فعلا تاركه. ما قدرتش نصور لكم بلي ديتاي لانني كون صورت لكم غندير لكم الحماس، ولكن والله البنات هذا صعيب 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 باش تصوري، سيغتو بالنسبه للناس اللي هكا كتلبسي شي حاجه مع السياق وهذا، ما غتقدريش تلبسي قشابه طويله وتشقاي بها. المهم راك تعرفوا كتبغي تلبسي السروال وتقضي الغراض. صافي ما عنديش كي ندير، نبقى نصور هذا الشيء اللي كاين، داكشي علاش ما صورتش لكم. صافي هنا طلق صوره البقره وبركت اختي، ما نعاودش لكم، هذه تنفع هذه الضر. ضربت انا بواحد الحكه بتيدو جافيل وساليت شللتها، ما شاء الله عرفتي الراحه النفسيه يا اختي ملي كتحكي الدار وكتحكي الحمام اعزكم الله، وكل شيء كيعطيك ريحه النقاوه في الدار. خلاتها واحد المره كانت كتجي عندي كتقول لي مزينو النقا الا بقى. صافي من بعد اختي دخلت الكوزينه باش نصايب الكسكسو. الا لاحظتوا في المقطع الاول ديال الفيديو بانت لكم الكسكسو، كنت ديجا انا نفزقه بالليل، كنفزقو بالليل كنغسلو بالليل، كناخذ الكسكسو كنغسلو وكنديرو فواحد البول كنحلو بيديا وكنغطيه بالسلوفان كنخليه مبايت حتى الشرجم حتى الصباح. صافي من بعد كنجي راه هو غيبان لكم باقي في البول، راني حليت عليه عاود حليته. صافي هنا غنصب كسكسو تشهيناه بالدجاج، الدجاج حتى هو مرقداه ليله قبل اختي، رقدته بالليل ونقيت الخضيره هكا وقديت الشغل وكلشي في الصباح، ولكن الدجاج رقدته بالليل البنات. صافي مني كنفيق كندير بصيله ميطيشه كيف ما كنديرو كاملين الكسكسو، راه كلشي واقيلا كيعرف يديرو غير كله والطريقه ديالو. تبارك الله ما شاء الله على البنات كلشي حادكات، غير هو كله وطريقته، انا عندي الطريقه المبسطه. عندي الطريقه اسهل ما يكون. كسكسو كيف ما قلت لكم كنفزقو ليله قبل وكنغطيه حتى الصباح، والدجاج هو كنت مرقداه. صافي درت بصله مطيشه، درت الدجاج ديالي ربيطه الربيع، زدت شويه ديال اللقامه، وهذيك اللقامه اللي كانت في الدجاج زدت عليها ميها ودرتها. صافي هنا الكسكسو غندير ليه التفويره الاولى وغنديرو يفور وغندوز اختي نجلس نشرب لي واحد الكاس نعقل عليه ديال القهوه كحله. هاد الايام هذه راني محيده اختي الفطور، واخا بعد مرات كيجيني كنتشهى شي حاجه تكون حلوه كنخليها حتى من مور الغدا، كنحط لي هذيك يا اما بان سويس يا اما بتي بان شوكولا يا اما شي حليوه تكون زوينه. ما نكذبش عليكم هذيك الوقيته كنبغي نرتاح وكنبغي نحط ليا شي حاجه اللي تكون زوينه كتعجبني ونجلس نتسنط لراسي. بحال هاد اللحظه دابا انا كنمونطي في الفيديو والله العظيم الا حاطه ليا عاوتاني نوار زوينه مكشكشه انا مزويناتها وكنسا كنمونطي اختي في هاد الفيديوهات. صافي كيف ما كتشوفوا
سدينا اختي على الكوكوط. الفوره الاولى هي هذه اللي حيدت دابا. المهم انا كندير لكم حتيت ومغزل. الفوره الاولى هي هذه. هاد الفوره مني كنفورو كنخوي فيه الماء، كنعطيه الماء، انا ما كنخافش من الماء في الكسكسو، كنعطيه الماء وكنخليه حتى كيشربو تماما. عاد كندير الملحه وكندير الزيت البلديه، ما كنديرش الزيت العاديه البنات في الكسكسو، انا كندير الزيت البلديه، كتجيني فيه منسم، كيجيني بنين. كاين الناس اللي ما كيعجبهمش، كاين الناس اللي كيعجبهم هادشي كيبقى اذواق. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غنبقى نعطيه الماء وما كنديرش الملحه دابا، كنخليه حتى كيشرب هاد الماء، عاد كندير ليه المليحه وكندير ليه الزيت، لان الا درتو الزيت دابا البنات غادي ما يشربش لكم الماء، ما غاديش يشرب لكم الماء. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي هادشي اللي كاين. صافي من بعد ما كنحلوه بالزيت، صافي كنكونوا ديجا درنا الملحه، دابا غنديروه فور الفوره اللي غادي نسقيو عليها. يعني في الطوطال عندي التفويره الاولى اللي كنفورو والثانيه عليها كنسقي. صافي هنا حيت الدجاج حتى هو غادي نديرو في الاير فراير باش يتحمر. غادي نزيد ديك الخضيره اللي كنديروها في الاخر مع التفويره الاخر اللي هي القرعه الخضراء القرعه الحمراء. بغيتو تزيدو ربيطه ربع زيدوها، كاين اللي كيزيد فيه منطجه محكوكه، الاطواق تختلف. صافي كنديرو بطيطه، انا كنبغي ندير فيه بطاطا على قبل الوليدات. وصافي اختي هذا هو الكسكسو ديالي، شوفوا ليه كيجي معزول حبه على حبه، ما كيجيش معجن، كيجي زوين. الدجاج ديالي من بعد ما حمرته غير واحد شويه باش ما ينشفش ليا في الاير فراير، حيت اصلا هو ما فيش الجليده اللي كتكون الفوق. صافي غادي نحط الدجاج وغنبدا نروي في الكسكسو. ما شهيتكم فيه يا البنات، الدجاج كيحمق، جا غزال وجا لذيذ 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 بزاف بزاف. ايوا هذا ما كان، حنا غنتغداو وغنسالي اختي وغنجمع المعينات ديال الغدا. هادو كنغسلهم غير بيديا، ما كنديرهمش في الغساله لانهم كما كنعرفوا الطين ما كيبغيش بزاف يتصل في لافيسيل. وغادي ندوز للحبيبات ديالي باش نصيب واحد الكيك، الكيك المقلوب كيتسمى الكيك المقلوب بالتفاح والكراميل، اللي كيجي شهوه منه، كيجي واعر. بغيتكم تجربوه لوليداتكم وتجربوه ليكم لضيافكم للناس اللي عزاز عليكم، وتردوا عليا في التعاليق. المهم خليكم معايا غندوزوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه كناخذوا المول كنفرقوا كنحطوا فيه هذا الورق، ضروري يتحط فيه هذا الورق هذا ديال الفرن لانه كيساعد لينا هذا الكيك هذا باش يتقلب بسهوله. من بعد كناخذوا واحد التفيفيحه كنقيوها وكنفرشوها في المول. هنا هادشي اللي كنخوي هو كاس ديال السكر سنيده، كنديروا حتى كيذوب كيولي اللون ديالو كراميل، وكنزيدوا عليه ثلاثه المعالق ديال الماء مع التحريك المستمر. ما بغيتش نصور لكم هذه المقاطع هذو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، كنتمنى يكون الشرح يعني باين. صافي هنا كيف ما قلت لكم كاس ديال السكر كنديروا حتى كيذوب على بوطه مهيله مع التحريك باش ما يتحرقش ليكم، وكنزيدوا في الاخر ملي كيذوب لينا داك السكر كنزيدوا ثلاثه المعالقات ديال الماء، المعلقه الاولى ونحركوا، الثانيه كذلك، والثالثه ونحركوا. من بعد كنخويو ديريكت فوق هاد التفاح هذا وكنحطوه على جنب. دابا غندوزو نوجدوا الكيك ديالنا. بالنسبه للكيك كنديروا فيه ثلاثه ديال البيضات وكنديروا فيه كاس ديال السكر سنيده، وكنحركوا هاد المكونات مع ساشي ديال الفاني. ما عرفتش علاش ما تصورش ليا الكاس ديال السكر، ولكن راه باين الكيك العادي اللي كنديروا الكيك اليومي، يعني ماشي شي حاجه سبيسيال في الكيك، غير هو هذيك الطريقه ديال التفاح هي اللي فيها هي اللي داير عليها الفيلم. المهم فهمتوني ياك. صافي غنحركو مزيان مزيان غير بالتراب اليدوي على هذا الشكل هذا حتى كيكشكش لينا شويه داك البيض. هنا غنحكو واحد القشره ديال الحامض، انا درت كيك منكه بالحامض كيجي لذيذ بزاف، وكيعجبني الكيك اللي كيكون فيه الحامض سيغتو مع التفاح. كنحك هاد القشور ديال الحامضه غير الصفر ما كندخلش الابيض، وكنعصر الليمون، هذا ما بغاش يعصر ليا، المهم عصرته في الكاس. كنعصر تقريبا نص كاس ديال الليمون اولا نص كاس ديال الحامض الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه، انا كيعجبني درتو. صافي هنا غنضيفو كاس نفس الكاس اللي عبرت به الليمون، غادي نعبر به الزيت، غنعبر به الحليب، السكر، نفس الكاس. ديروا نتوما القياس اللي بغيتوا، انا هذا الكاس هذا راه ما كيهش ماشي العبار ديال كاس العنبه، قل يعني كاس لاروب، يعني الا كان كاس العنبه غيكون كاس لاروب. صافي هنا غنضيفوا الزيت مع التحراك، من بعد غادي نضيفوا الحليب كذلك مع التحراك المستمر على هذا الشكل هذا. غنحركوا غير بشويه غير بالفوي، وهنا غادي ندوزو نبداو نضيفو في الدقيق اللي كنغربلوه، واخا يكون مغربل عاودو غربلوه دائما البنات في الكيك باش كيجيكم الكيك خفيف، ما كيجيكمش مدقص.
كنحركو عاوتاني وكنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنشوف يعني شحال غتهز ليا ديال الدقيق على حسب نوع الدقيق. بزاف ديال الناس ما كيعجبهمش هاد القضيه ديال على حسب عينك ميزانك، ولكن راه حنا المغربيات راه معروفين بعينك ميزانك. صافي هنا غنضيف جوج خمارات من فئه 7 غرام وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الخل. الخل كيحافظ لكم على الكيكه، الكيك كيبقى لكم مده طويله. شوفوا لي الكاميرا شفتوا الغبابر. صافي هنا غادي نحرك هذا الشيء وغنزيد واحد شويه ديال التفاح مقطع مع التمر. هذا التفاح والتمر ممكن ديروا الزبيب، الكركاع، اللوز، اللي حب الخاطر اختي، الشكلاط اللي بغيتوا. حاجه اللي نسيتها انا، ما ديروش نفس الغلط، عاو حاولوا ديروا هذا الشيء في شويه ديال الدقيق فندوهم عاد ديروهم باش ما يهبطوش لكم لتحت. انا ما درتش هذاك الشيء وهبط ليا لتحت، ولكن ماشي مشكل، جال الكيك واعر. صافي هنا غنهزوا يدينا دائما فاش كنبغيو نديروا الكيك في المول هكا باش كيدخل الهواء الكيكه وكتجي زوينه ومفشفشه. صافي على هذا الشكل هذا، ومن بعد غندخلوها للفران اللي غنشعلوا عليها من الاسفل حتى كطيب من التحت، ومن بعد كنشوفوها واش خصها تزيد تحمر من الفوق ولا لا على حسب الفران. بالنسبه لي انا فكنشعل على الفرن من الفوق ومن التحت غير واحد شويه، وكنطفي الفوق وكنخلي التحت شاعل. صافي هذه هي الكيك ديالي. المهم هنا غتشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك، جات روعه 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 يا البنات، وداك الكراميل جا سايح فوق من الكيك، وداك التفاح معلق وبنينه. نتمنى من قلبي انكم تجربوها لوليداتكم، وكيف ما قلت لكم للناس العزاز عليكم كان هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك. اللي اول مره كتشوف القناه كنقول لك معك هاجر من قناه ام ريان. كنتمنى الا ما كنتيش مشاركه تشتركي معايا في القناه بالزر على بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين في الجنب يعني هي ابوني. ما تنساوش ديروا معكم الناس واحد ابوني. وهذا مكان هنا نقول لكم زينوا الكيك ديالكم باللوز ايفيلي ولا بالكوك باش مزينتو كيجي لذيذ بزاف. جربوه وردوا عليا في لي كومونتير وغنقول لكم. وهنا كيف ما العاده غنقطع لكم واحد القطعه ولا واحد طريف صغير ديال الكيك. شوفوا لي تبارك الله داك التفاح كيفاش كيجي فيه من الداخل وكيفاش كيجي من الفوق. جات الكيك ديالنا من فوق، جا زوين، جا مفشفش ورطيطب. وهنا نوريكم كيجي هشيش بزاف، غير جربوه وما غتندموش عليه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من قلبي انه يعجبكم. وغنقول لكم السلام عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في